الواحدة بعد الظهر في تونس، الثالثة مساء في القدس الشريف. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة نقدمها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية، والبداية بالعناوين. بمشاركة أكثر من 250 عارضا من بلدان عدة، انطلاق فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2024. قريبا أحداث آلية رقابية لرقمنة المنتجات خاصة منها المدعمة بهدف التصدي للاحتكار والمضاربة. بعد غلق دام لعشر سنوات إعادة فتح فضاء الماء بمدينة العلوم، وفضاءات جديدة موجهة للأطفال والمؤسسات الصغرى. في العالم، وفي قطاع غزة تواصل الإبادة الجماعية شمال القطاع، وأكثر من 100 شهيد في 5 مجازر صهيونية جديدة. كانت هذه العناوين، إليكم التفاصيل. انطلقت اليوم فعاليات الدورة 15 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2024 لتتواصل إلى غاية 2 نوفمبر القادم بمعرض أو بقصر المعارض بالكرم. الصالون يشهد مشاركة أكثر من 250 عارضا من دول عدة، ويضم عديد الفضاءات على غرار فضاء المستثمر وفضاء المبادرة. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ في كلمة له في الافتتاح، وكبها سامي العرفاوي، أكد أهمية التظاهرة في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لربط علاقات شراكة وعرض آخر المستجدات في القطاع الفلاحي. الصالون الذي يمثل في الحقيقة فرصة لعرض آخر الابتكارات والمستجدات فيما يتعلق بالمنظومات الفلاحية، وهذا موعد يجمع العائلة الفلاحية الموسعة لتبادل الخبرات والتجارب في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. نسعى اليوم لتجسيم توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الفلاحي وتحسين حوكمته عبر الرقمنة وإعطاء الأولوية للزراعات المتأقلمة مع التغيرات المناخية والواعدة اقتصاديا، ونعمل أيضا على توجيه البحث العلمي الفلاحي نحو التحكم التكنولوجيات الجديدة وتثمين الموارد الطبيعية، كما نحفز الفلاحين والمهنيين في القطاع على استعمال عناصر التجديد في القطاع الفلاحي. رغم التطور الذي شهده القطاع الفلاحي والصيد البحري، نحتاج دائما إلى مزيد بذل المجهودات للتوظيف الأمثل للطاقات الكامنة للقطاع حتى يكتسب هذا النشاط القدرة على التكيف مع كل المتغيرات والمستجدات الوطنية والدولية. تطلق شركة الترقيم بتونس قريبا آلية رقابية جديدة تتمثل في رقمنة المنتجات خاصة منها المدعمة والطازجة تعوض والفواتير الورقية، وتهدف إلى مراقبة مسالك التوزيع والأسعار، وبالتالي التصدي للاحتكار والمضاربة والتلاعب بالمنتوج. مدير عام الشركة الياس بن عامر يوضح لقسم الأخبار. ترقيم المنتجات اللي فيها إشكاليات على مستوى مشارك التوزيع، خاصة المواد المدعمة والمواد الطازجة اللي تنطلق من أسواق الجملة واللي بعد ما عادش نعرفوا وين مشيت، وإلا فما مواد طازجة كما الخضر والغلال واللحوم الحمراء ما تعرفوش دخلت المسالك المنظمة وإلا لا، كيف مخازن التبريد، المواد المدعمة كما الفرينة والسكر والقهوة والزيت، هذم الكل ينجموا بتابع المتابعة نتاعهم على مستوى الفوترة وعلى مستوى المنتوج. زادة نمدوا لصاحب العلامة برقم، والرقم هذاك يعطيه مصدر المنتوج كمصنع معناه، وهذاك يخول أجهزة المراقبة باش يتعرفوا على منتوج متاع شكون والتركيبة متاعه والمسالك اللي يلزم يسلكها، ومن هنا مش يتصدر لكل ما هو احتكار وكل ما هو مضاربة، بل تشوف الفاتورة ما تعرفش الفاتورة مطابقة مع المنتوج هذا ولا، إذا يخول للجهاز الرقابي وإلا حتى للمستهلك. لو يبدأ صاحب المنتوج منخرط في شركة الترقيم ينجم يتعرف على الخصائص الفنية للمنتوج بالهات جواب بتاعه في أقرب الأجال، مش يكون عندنا حلول عملية ميدانية. تم اليوم تدشين وحدة الإنعاش الجراحي للأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وهو مكسب جديد دخل في الخدمة حديثا بطاقة استيعاب تصل إلى 7 مرضى في انتظار ترفيعها تدريجيا، وفق ما أفاد رئيس القسم أنور جراية في تصريح للزميلة زهور لحبيب معلنا عن تجهيز وحدة صلب هذا القسم لزراعة كلا الأطفال.
حديث جديد أحدثته وزارة الصحة منذ فترة عام وبضعة أشهر، تخدير وإنعاش الأطفال اختصاص كان موجود في تونس العاصمة، اليوم والحمد لله عندنا في مستير في صفاقس كمرحلة أولى. اليوم مش نبداو طاقة الاستيعاب توصل 7 أسرع، الإنعاش ما هوش كان الأسرع، الإنعاش فيه عدد الأطباء، التكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية، التجهيزات اللي تتبدل. سوف ينمو القسم هذا تدريجيا وفي أقرب وقت قدرة ربي نوصلوا لطاقة الاستيعاب كاملة، ونقدم إن شاء الله أفضل الخدمات في جهة صفاقس وفي الجنوب إن شاء الله. أهمية الإنعاش الجراحي كاختصاص يهتم بكل ما هو بعد العمليات، يخفض الآلام عند الأطفال بعد العملية. الإنعاش الجراحي للأطفال يطور حتى من جراحة الأطفال في حد ذاتها، معناتها نوليو نجمو نخدموا عمليات كبيرة. قدرة ربي أول زرع كلى في صفاقس يكون عندنا، حضرنا وحدة لزراعة الكلى لدى الأطفال، وثم عمل كبير ياسر. عادت اليوم مدينة العلوم افتتاح فضاء الماء بعد غلق دام ل10 سنوات، بالإضافة إلى افتتاح 3 فضاءات جديدة موجهة للأطفال ولأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى، وفق ما صرح به المدير العام لمدينة العلوم فتحي زجروبة لنجاة حسن. إذا عندنا فضاء الماء اللي هو نظرا لكونه قدمت شوية التجهيزات نتاعه، وقع تجديد التجهيزات بتجهيزات رقمية وتكنولوجيا متقدمة جدا. كذلك عندنا فضاء جديد هو مخبر الفيزياء كيمياء للبيئة والتنمية المستدامة، اللي هو باش يعالج الثلاثة فاز نتاع المادة. عندنا فواضل صلبة يلزم معالجتها، عندنا المياه الملوثة يلزم معالجتها، وعندنا كذلك معالجة الهواء بناء على التغيرات المناخية وتلوث الهواء. كذلك عندنا فضاء آخر هو فضاء السيتي لاب، وهذا مهم ومهم جدا خاصة لأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة لتقديم المصاحبة والمرافقة لهم، وتمكينهم كذلك من الولوج إلى آلات وتجهيزات موجودة بالمدينة لأول مرة، وهي ذات تكنولوجيا متقدمة جدا لصنع النماذج الأولى للمنتوج بتاعهم قبل معناها التصنيع ووضعه على السوق العالمية بقدرة تنافسية مهمة. والفضاء الرابع بالأساس هو فضاء طفل، شريحة عمرية لازم العناية بها، وهي من سن 4 سنوات إلى سن 12 سنة. احنا نحبوا نوعيوا الصغار ونحبوهم في العلوم. وأجمع عدد من الأطفال والأولياء على أهمية الأنشطة التي تقدمها مدينة العلوم للناشئة والكبار على حد سواء. مدينة العلوم هي منارة في تونس، يهمني برشا كما استفدت أنا قبل، نحب زادة صغار يستفيدوا من النشاطات العلمية والفضاءات اللي موجودة في مدينة العلوم. هي فرصة باش يكتشفوا وينميوا ثقافتهم العلمية، وبالطبيعة هي ترفيه وثقافة في نفس الوقت. اسمي فيروز زايتر، أول مرة نشيئ، نحب نشوف القبة الفلكية ونحب نشوف الطيارات ونحب نشوفها كل. ولد خويا معايا جبته باش يطلع في مدينة العلوم ويحضر التظاهرات هذه ويشوفها. طبعا هي كلها معناتها تخليك تعيش في الميدان بتاع العلوم وتشوفك مثلا كي تلقى صمبه اينشتاين وتلقى لقاعات والتظاهرات، كلها تخليه يمشي في الاسبري سيانتيفيك ويجي يتفرج في بلاصه فيها علوم، ينمي له عقله ينمي له افكاره. عبد الرحمن نتفرج هكاك وندور نكتشف حاجات، نحب نقول لهم يستحفظوا على الماء وما يبذلوش فيه برشا، خاطر عنده قيمه كبيره واهميه. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. تزامنا مع إحياء ذكرى إعلان وعد بلفور، أعلن المركز الوطني التونسي للسينما والصورة عن انضمامه للحركة العالمية لتعزيز الأصوات الفلسطينية وتنظيم أيام فلسطين السينمائية حول العالم. وفي هذا الإطار برمجت المكتبة السينمائية عرض فيلمين فلسطينيين بالعاصمة يوم 2 نوفمبر القادم، ويكون الدخول إليهما مجاني. في اليوم 90 بعد 300 من عدوانه على قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على مناطق متفرقة من القطاع وخاصة في الشمال، حيث يصعد عملياته العسكرية ويستهدف خياما للنازحين، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 25 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب عشرات آخرون. يأتي ذلك في وقت يتم الحديث فيه عن مقترح هدنة لأقل من شهر في غزة سيقدمه الوسطاء لحركة حماس. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية لنعيم الدسولي.
أكدت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 102 شهيدا و287 مصابا خلال يوم واحد. وفي شمال قطاع غزة يشن الجيش الإسرائيلي قصفا مستمرا على مخيم جباليا وبيت لاهيا، أين أكدت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 1250 شخصا استشهدوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال القطاع. وأعلنت بلدية بيت لاهيا المدينة منطقة منكوبة جراء عمليات الإبادة والتطهير العرقي لليوم 26 على التوالي، مطالبة بفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود ومعدات الدفاع المدني والإسعافات للمدينة وشمال قطاع غزة. في الأثناء أعلنت سرايا القدس قصف حشود جيش الاحتلال جنوب منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون. وفي الضفة الغربية المحتلة قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاوميها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس من عدة محاور، وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. وعلى صعيد المفاوضات أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس بريس اليوم بأن وسطاء ملف الحرب في غزة سيقدمون اقتراح هدنة لأقل من شهر لحركة حماس، مضيفا أن الاجتماعات بين رئيس الموساد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري في الدوحة التي انتهت أمس الأول ناقشت هدنة لأقل من شهر في غزة تشمل تبادلا للرهائن مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيادة المساعدات لقطاع غزة. وفي تصريح سابق قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة منفتحة على مناقشة أي اتفاق يكفل وقفا نهائيا لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها بشكل كامل. على الجبهة اللبنانية شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات جوية استهدفت مناطق عدة في لبنان على غرار البياضة وبلدة الخيام ومجرى نهر الليطاني جنوبا وبلدتي بشمون وعارية في جبل لبنان، كما أصدر أمرا بالإخلاء لسكان مدينة بعلبك في الشرق تمهيدا لاستهدافها. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2729 شهيداً و 12772 جريحاً. من جهته أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً للقوات بالصواريخ. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً باليستياً من طراز أرض أطلق من لبنان صباح اليوم ثم انفجر في الجو وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في بلدات عدة بإسرائيل، كما أضاف أنه رصد 6 مسيرات أطلقت من لبنان منذ فجر هذا اليوم اعترض 5 منها، بينما سقطت 1 بالمنطقة الصناعية بنهاريا أصابت مصنعاً لمكونات الطائرات وفق هيئة البث الإسرائيلي. نهاية هذا الموعد الإخباري من الإذاعة الوطنية التونسية قدمناه لحضراتكم إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. بمشاركة أكثر من 250 عارضا من بلدان عدة انطلاق فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا السياب 2024. قريبا أحداث ولية رقابية لرقمنة المنتجات خاصة منها المدعمة بهدف التصدي للاحتكار والمضاربة. بعد غلق دام لعشر سنوات إعادة فتح فضاء الماء بمدينة العلوم وفضاءات جديدة موجهة للأطفال والمؤسسات الصغرى. في العالم وفي قطاع غزة تواصل الإبادة الجماعية شمالا وأكثر من 100 شهيد في 5 مجازر صهيونية جديدة. استوديو الوطنية متواصل بعد قليل مع زين الزيدي ورفيق الدريدي مع أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق، دمتم في رعاية الله وحفظه.